احنا طبعا بدينا خطة اللي هي تأهيلها أسواقنا ومواقعنا. حاليا تقريبا لدينا 7 أسواق تحت التأهيل والصيانة. أول افتتاح إن شاء الله سيكون هو سوق حي العامل المركزي بإذن الله، يعني بإذن الله يوم 1/7 بعد العيد راح نفتتحها كمنفذ تسويقي إضافة إلى سوق الصالحية المركزي وسوق الشعب المركزي. هذه راح ينفتحن 1/7 إن شاء الله، لو تدريجيا راح تبدون بحي العامل وراها تفتتحون بقية سوق حي العامل وسوق الصالحية، راح يكون افتتاح في يوم واحد. في يوم واحد. في يوم واحد. طيب. نعم. وأيضا بدينا انتقال أيضا إلى المحافظات. بدأنا بموقع في محافظة نينوى، أيضا في كركوك ودياله، نزولا إلى البصرة. عندنا أيضا حيكون افتتاح آخر إلى سوق الزبير المركزي.